than the warmth of the warmest waves. Yeah!
حبيبة، انت متي ومات معاك كل احساس وشعور بالدنيا دي كلها. صالح، تعال يا صالح. حبيبتي وحشتيني قوي. الحياة من غيرك بلاش طعم. تعالي تعالي رجعي لي الحياة من جديد. تعالي تعالي سعاد. سعاد، عارفة النهاردة ايه؟ الخميس. فاكرة يا سعاد؟ تعالي 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 نرقص يا علينا كل يوم خميس. مراتي تعال. تعال العب معانا الزغبال، والبنت اللي هتمسكها والبنت اللي همسكها هكون مراتي يا سعاد. موافقة يا صالح. سعاد، بحبك بحبك يا سعاد. احنا فين يا صالح؟ احنا فين؟ انك هتحبني كده؟ احلف يا صالح، احلف. احلف امام الله اني احب سعاد زوجة الحبيب وسيدة حياتي وسعد وقصري الكبير الى الابد. بسرعة، حاسب يا جوني، حاسب يا جوني، حاسب يا جوني، حاسب يا جوني. بردان بردان بردان. ميرسي قوي يا طنط انك اعتنيتي بينا. لطيف قوي مش كده؟ ايوه يا طنط، لطيف قوي. تعالي اللي تمنيته اتحقق. طلبت من الارواح انها تبعت لك شاب جميل.
لفين؟ مش لازم تتعب نفسك، انت قضيت ليله وحشه قوي. انا فين؟ انت مين؟ ما تخافش، انت عندك اصدقاء. اصدقاء؟ انا ماليش اصدقاء في الدنيا، ماليش اصدقاء. مسدسي، فين مسدسي؟ هدومي، مسدسي. ما تخافش، مسدسك اهو. أرجوك تهدي نفسك يا أنور. أنور؟ مايا؟ اللي دورت عليك في كل حتة. مايا دي بانكوك. مايا، مايا يا أول وآخر حب في حياتي. مش معقول، كأنه حلم. بعد كل السنين اللي فاتت، أنور ومايا اتقابلوا من جديد في الكويت. انت لسه فاكراني؟ عمري ما نسيتك، عمري ابدا ابدا. امبارح بالليل دخلت علينا فجأة مع الشتاء والبرق، كان لونك زي لون العاصفة اللي كانت برا. عرفتك، عرفتك اول ما شفتك. مين هم؟ البوليس، البوليس. ما تخافش، البوليس جه ومشي على طول. مايا، انا انسان مطارد في كل حد. امبارح بالليل كانت حرارتك مرتفعة وقلت حاجات كتير. اذا انت عارفة اصبحت ايه؟ مش قادرة، مش قادرة ست انور. انور اللي حبيته، الصحفي الشاعر، الإنسان اللي كان بيحلم إنه يصبح كاتب كبير. يبقى مش قادرة، مش قادرة أصدق، مش قادرة. أنور ده كان زمان يا مايا. أنور ده تغير، غيرته رحلة طويلة، رحلة من الشعر للدم، الكتابة للقتل.
أنور ده الصحفي اللي طموحه خلاه يوصل لمراسل حربي. فلسطين غطى حرب فلسطين العذاب الدمار النار التشريد. كنت فاكر الدنيا زهور. السلام بالكلمة. دير ياسين، مجزرة دير ياسين غيرت من حياتي. أنور المتعطش للحنان نسي نفسيته المريضة. المعجونة بخمرة المآسي والتشرد والقتل والحروب. بين دراع وردة اسمها وردة بانكوك البرية. وبعدين ما اعرفش. هربت او ماتت او ذهبت مع الريح. فضل انور يتيم. اولاد السوق، الخمره، الافيون. مايا، مايا دي بانكوك. الحروب اللي كنت فيها شاهد عيان خلت عندي شوية شوية عطش الجريمة في نفسيتي الشردة. وبقيت زي كل التسفاحين اللي كنت بكتب عليهم من دير ياسين لفيتنام. صدقيني يا مايا، المجتمع كله قذر، مفيهوش غير ذئاب بتاكل بعضها. دم، اجرام، قتل. لازم مصير يتحقق. ايه اللي جابني هنا؟ مغامره غريبه ابتدت في شيكاغو. ♪
pretty boy. What's the matter, Linda? Another job. Another big job. Pretty boy. This time in Kuwait. Kuwait? Why me? Because you speak Arabic. Okay? Okay. Pretty boy. Be sure we'll have good time in Kuwait. ليلتها بارني الكبير اخطر رجل في المافيا قال لي انه لازم يسترد مجوهرات قيمتها 10 ملايين دولار. سرقهم شخص كان رئيس المافيا سابقا موجود حاليا في هيلتون كويت. بارني عرض علي 100,000 دولار نظير المهم. 25,000 دفعها لي مقدما والباقي بعد انتهاء العمليه بتسليم البضاعه. ليندا دي مش ست عادية، دي مخلوقة غريبة زي مصاص الدم في الأفلام. هلو. لونها الأحمر بيملى كيانها بالنشوة وعينيها بالفرحة. ليندا الست الجميلة اللي شكلها البريء بيغري الشيطان نفسه إن يتوب على إيديها. في الواقع هي أخطر ست في الجريمة، بتقتل بالبساطة اللي بتساوي فيها ضوافرها وبالهدوء اللي بتغير فيه فساتينها. دي الوحيدة اللي أثرت عليا وكانت بالنسبة لي أستاذة في فن الإجرام. الجريمة والجنس اتجمعوا في كيانها زي التوائم ما بيتجمعوا في الأحشاء. Melody, love is the beat.
الضحية كانت هنا والظاهر كان معاه بعض أصدقاء. الشامبانيا مدام. Pretty boy. Wow. It's blowing up. Come on. And your lips.
It's finished, pretty boy. Sorry. You must die. هي دي حكايتي كلها. بتبتدي من وقت ما دفنتي حبنا. بابي بونجور. نهاد مالك يا بابا؟ باين عليك متضايق قوي. حصل حاجه؟ مش عارف.
متهيألي ان سوريا عاوزة تقتلني وعمتك معاها كمان، وانت عارفة عمتك وضعفها الشاذ للستات، بتحب سوريا لدرجة العبادة، بتطيحها زي كلابي ما بتطيحني، وبكده بقى زي الخاتم في صباع سوريا. انت متأكد يا بابا؟ أرجوكي أرجوكي يا بنتي ما تسيبنيش لوحدي معاهم. ما تخافش يا بابا، أنا خلاص هسيب الشغل وأفضل جنبك على طول. ولي كلمة واحدة بس، إشارة واحدة من صباعك الرقيق وأنا أخلص عليه الليلة دي، أقتله. لا يا عمتي مش لازم تقتليه، دي جريمة ربنا مش ممكن يسامحك عليها. أنت الإنسانة الوحيدة المخلصة ليا وطيبة معايا، كفاية إنك ما بخلتيش عليا حتى بجسمك الناعم. لأن ليك الحق في السعادة زي كل الناس. وأنا مستعدة أقتل أي إنسان يحرمك من السعادة. لا يا عمتي، لكن إذا لمى الشعرة واحدة من أنور أنا اللي هقتله بنفسي. أنور أنور، ما كانش لازم تقوم من السرير. كان نفسي أشوفك مرة تانية. على مهلك. حاسس بيه جنبك، حاسس اني زي الاسد. انت رجعتي لي عمري، يبقى حياتي. انا سعيده. اظن حضرته يبقى الضيف بتاع امبارح، مش كده؟ مساء الخير. لا لا ارجوك ما تقومش من مكانك، خليك مستريح. انا مش عارف اشكركم ازاي يا فندم، كفايه اني مدين لكم بحياتي. الاصح انك مدين لزوجتي العزيزه بحياتك، هي اللي علقتك وهي اللي سهرت جنبك طول الليل. طبعا زيارتك لنا هتنتهي قريب، اصلا انا ما بحبش الاغراب في بيتي اللي يجوا عندي بالليل بدون اذن. وانا عارف يا بنتي، جه امبارح بالليل يخبط على بابنا، يظهر انه كان مجروح من اثر حادث السياره. انت بلغت البوليس يا بابا؟ انت هتعملي ايه لالادي؟ ما تغيرش الحديث، انا اللي بسالك، انت بلغت البوليس ولا لا؟ ما تخافيش يا بنتي، هبلغ البوليس. انا خايف عليك يا انور، مش لازم تقعد هنا ابدا، لازم اخبيك لالادي بالذات في مكان بعيد.
ادينا في امان يا انور. قول يا اختي ده اعتبره ملكك. بتاع مين اللي اختي ده؟ هديه من جوزي. باين على جوزك انه بيلعب بالذهب. لا انا فهمت دلوقتي بس ليه سبتيني. مايا اعذريني. سريه؟ لا ما بقاش في سريه. انا اسمي مايا. مايا انا عاوز اعرف حاجه. عارفة عايز تعرف انا ليه سبتك في بنكوك. اتعرفت على راجل هندي وهو اللي خلاني اسافر معاه. وهناك قابلت صالح. وطبعا اتخليتي عن الهندي زي ما اتخليتي عني. انت وجوزك وانا عاملين زي ايه؟ احنا ذئاب. الواحد مرمي جنب التاني وكلنا في حب عميق بيشبه الجحيم. علشان نقدر نعيش لازم ننهش في بعض. نفسي تعيش معايا في احلام. Thank you.
نتيجة التشريح اللي وصلتني أثبتت أن المرحوم توفى في مادة سامة من نوع الزرنيخ، كانت محطوطة له بالجبنة البيضة أكلها وهو يتريق. أنا مضطر أسألكم واحدة واحدة الأسئلة التقليدية اللي بتسألها الشرطة. اتعشينا سوا انا وجوزي، وبعدين اتمشيت معاه شويه في الجنينه وطلعنا ننام. كان من عاده المرحوم ان يقوم بدري الصبح ويفطر في الجنينه. حضرتك يا أنسة نهاد؟ أنا بشتغل مضيفة في خطوط كويتي. امبارح بالليل كنت مع خطيب غسان العميري، كنا معزومين. كنا معزومين على البابك. بنتي قديه بتشبه المرحومة أمك؟ احكي لي يا بنتي عن البلاد اللي انت شفتيها. وانتي؟ انا كنت زي العادة كنت بحضر الفطار للبيه. يعني انت اللي حضرت الفطار؟ يا وي. ايوه يا فندم، انا اللي حضرت الفطار يا بيه. بس انا بس 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 ما كنت عارفة ان بالجبنة سم؟ لا كذابة. يا عائشة، كل أدلة ضدك. بالفيلا يتهمونك بأنك أنت القاتلة، فأحسن لك اعترفي. ومين اللي تهمني؟ مدام ثريا والمرأة العجوز. الفجرة العجوز قالت كده. طيب
اليخت اللي انت فيه أأمن مكان لحد الحالة ما تهدى. انت نسيت اللي بيدور عليا مش بس البوليس لكن المافيا اللي عاوزة تسترجع الشنطة والمجوهرات اللي زي ما انت عارفة ب10 مليون دولار. انا ملاحظ تحركات مريبة بتحصل في المينا، ناس رايحة وناس جاية، مش عارف، انا مش بتطمن يا سرية. تعالي يا سوري، عاوز اشوفك ولو لاخر مره قبل ما امشي واسيب البلد. حكي لك يا حبيبي بالليل بعد الدفنة. بحبك يا انور، بحبك بحب. صدف اللي السما تجيبها لنا. هي اللي بتقرر مصيرنا، ومن وراء جريمه عاديه حطينا ايدنا على عملية كبيرة للمافيا. نبه الشرطة اللي تراقب الفيلا انها تغض النظر عن تحركات مدام ثريا. حننفذ الخطة جيم. طيب، طوّل المدينة ابتداء من نقطة المراقبة الرئيسية في المينا القديم مكان اليخت. خلكم في حالة تأهب. Boss, he's on the yacht. I hope I would know the exact place and the name of the yacht. It's better to do it now without losing time. Go. انت برونزاشيو. لا لا لا، انت نيكولا ستافروكي، وانا ليزافيتا الكونتيسة الصغيرة المعجونة بالخير والشر. ملكك تاني بروحي وبجسمي. عمتي نهاد،
عمتي. عمتي. عمتي المشلولة اللي طالت الجبنة من الثلاجة 20 قدم. مسكينة العيوز، مسكينة لطفية العيوز. غسان، ايه اللي جابك؟ يا يخت الثاني، من قتل صالح؟ من قتل الأخرس؟ وبعد جاي تقتل ثريا؟ انت شو اسمك؟ غسان العبيري. اذا ما كنت انا غلطان انت متزوج بالسر نهاد. ايوه الحقيقة انت تزوجتها عشان ثروة ابوها اللي طردك من بيته، وعشان هالشكل ما سامحت على غلطتك. أبوها وكل اللي حواليه كانوا حيوانات كريهة عايشة في الخطيئة. طبعا ثروة أبوها أول شيء كنت بتنقذها من الحيوانات الكريهة. الخطة كانت سهلة وشيطانية. غسان النحات اللي كان بيعمل أقناع الوجوحية عمل قناع الوجه العيوز. ليش؟ قول الحقيقة، تكلم. امبارح بالليل بعد ما رقصنا انا ونهاد في لؤلؤة المرزوق
وصلتها للفيلا، وبعدين رجعت تاني للفيلا، بس المرة دي دخلت من باب الخدمين. عرفت من نهاد انه عمتها لها أوضة صغيرة فيها عدة كراسي للمسلولين، كانت بتجمعهم كهواية من صغرها. هذا الكلام مضبوط يا آنسة نهاد؟ أيوة افتكرت، مرة أنا وغسان كنا بنتكلم عن عمتي، كنت بحكي له إنها كانت بتحتفظ بالكراسي من وقت ما كانت صغيرة لغاية ما كبرت. مسكينة عمتي. أنت مخصوص طيحت الصحن على الأرض عشان تلفت نظر الخدامة وتشوفك، بس نسيت شيء واحد وهو اللي خلى الشرطة تكشفك، وهي أن الجبنة محطوطة بثلاجة 20 قدم وواحدة عيوز مشلولة ما تقدر توصلها. وشنو حصل بعدين؟ والجميع الاحتمالات اللي ممكن تحصل، أخدت معايا سكين المطبخ، لقيت الأخرس قدامي، قمت قتلته. الست العيوز في هذه الليلة انت قتلتها. اذا باستخدامك القناع كنت تبي الخدامة تشوفك تحط السم بالجبنة وتكون شاهدة على العيوز في الجريمة. واليوم كنت تبي نهاد تشوف عمتها تقتل ثريا، تخاف وتعتقد ان عمتها صارت مجنونه، مو كذي؟ بس لحسن حظها نهاد ما كانت بالبيت. ليه عملت كده يا غسان؟ مع انه بابا وافق على جوازنا. انور Welcome, sweetheart. We've been waiting for you. She stings, pretty boy. She stings, your sweetheart. Come on. Let's go. حسب تعليماتكم نحن هنحاول نطلعهم من البحر. عظيم،
شكرا يا رغيب، انتهى. المهم إجبار ملائكة الرحمة اللي نزلوا علينا من السماء إنهم يلاحقوا بعضهم، وإن شاء الله إنهم يوصلونا لحقيبة المجوهرات. أربعة ألف. السيارة الأولى اتجهت نحو الجنوب، حول. حددوا مكانه، حول. نمر 4000، المشبوه الثاني سرق سيارة. خلوا سيارة المشبوه أنور تمر، رعوها من بعيد. هو الآن راح ناحية الجنوب مثل السيارة الأولى، انتهى. Barney speaking. Now get this. We're going to go by the way of the South Refinery. متجه نحو أبار البترول عن طريق الصحراوي، انتهى. أمر إلى جميع سيارات النجدة قسم ألف وتي المتمركزة بالقرب من معامل التكرير، أقيموا الحواجز هناك لمنع وصول المشبوهين، احترسوا منهم فهم مسلحون، انتهى. Fire, boss? No, don't move. Barney speaking. I said this is Barney speaking. Now we're gonna go to the port. Now you gotta get us out. You understand? You gotta get us out. Okay? Okay. Close that bulletproof glass. Let's get to the port. Here.
سألوا الرئاسة. اتجه المشبوهين ناحية ميناء شويخ وهم يطلقون النار على بعضهم. انتهى. تتهيألي ان الجماعة ما راح يوصلون لمخبأ المجوهرات. تحرك حالا نحو الميناء. اوقفوا باي شكل المشبوهين. احترسوا فهم مسلحون. انتهى.
يقودني في يوم من الأيام إلى مكان يسكنه عنكب ضخم في حجم الرجل، وأننا قد نقضي عمرنا كله في تأمل العنكب ونحن نرتعد من الخوف. أنور أرجوك ما تخليهمش يرموني للفرام، خديني في فسحة على البحر، عايز اكون لوحدي معاكي.